حرارة هنا للشلال يغلي، ولاحظوا هنا المنتزه الوطني للطفل يشكرنا على الزيارة، وفعلا هي زيارة ممتعة رائعة. ونطلب من المشاهدين الكرام أن يزوروا هذا الموقع الرائع ممتع، ساعتين من المشي من دوار تيزي أزمة، ولكن هناك استراحة في الأسفل في أحد المآوي السياحية عزيب تمسلت. نحن نتجه الآن في رحلة العودة إلى هذا المكان. وسنحاول أن نريكم عزيب تمسلت، مأوى عزيب تمسلت رائع جدا، وهو للمبيت لأن فيه غرف بحيث يمكن لقاصدي هذه الشلالات شلالات غوليد المبيت في هذا العزيب. لاحظوا الغرف هنا بأسرة مميزة والخشب في السقف، يا سلام. وهنا عزيب تمسلت وهو مأوى سياحي يتميز بهذا الصالون الرائع المزين بالخشب. هكذا نودع عزيب تمسلت القريب من شلال إيغوريدن. وسنتوجه بإذن الله تعالى إلى مدينة مراكش، قبل ذلك إلى تيزي مزو. تحية لك سي الحسن. يلا الله. إذن الرحلة كانت موفقة بحمد الله تعالى، واستطعنا الوصول إلى شلال إيغوليدن، وسنقوم برحلة العودة إلى جماعة تيزي نؤسم. بصراحة الفرحة تعم القلوب في هذا المكان، والمتعة لأننا بين أجواء الطبيعة. هنا جلسنا لنستريح في منتصف الطريق أثناء العودة من شلال إيغوليدن الموجود في الاتجاه اليسار هنا، وسنتجه بإذن الله إلى دوار تيزي أوسم القريب منا الآن. جلسنا في هذا المكان في حوض تجمع فيه مياه الشلال ليستفيد منها السكان في ري وسقي أراضيهم الفلاحية على شكل مدرجة. الحياة بسيطة هنا في هذه الجبال، ومتعة السياحة الجبلية أنك تدخل في احتكاك مع السكان هنا لترى وتندمج معهم في طريقة عيشهم الرائعة، وهي بسيطة جدا، بحيث الأنشطة المميزة لهذه المنطقة هي الرعي أساسا، وأيضا بعض الفلاحات البسيطة ثم أشجار مثمرة كالجوز هنا مثلا. الآن سنكمل الطريق بإذن الله. تحية لكم. وأخيرا في رحلة العودة وصلنا إلى نقطة الانطلاق وهي دوار تيزي أوزم. هنا البنايات على سفح الجبل وكأنها على شكل مدرجات، إما الشعير أو الذرة، ويقيمون أيضا أنشطة للرعي، ولكن الفرحة أكبر عندما كنا في الشلال، شلال إيغوليدن. يا سلام، هذا دوار تيزي أوسم. الحركة هنا كأنها منعدمة، ولكن الأنشطة لا تنتهي عند السكان لأنهم ربما في الحقول يباشرون فلاحاتهم أو في الضوء في الجبال وسط الغابة للرعي، والنساء كذلك يبحثن عن الحطب والعشب للأبقار. هذه رحلة العودة تقترب من نهايتها في هذا الدوار. نحن صعدنا هذه السلاليم في الصباح الباكر، والآن رحلة النزول تكون أسهل. يا سلام، الصعود فقط يستغرق
من هذا الضوء نصف ساعة تقريبا. الجوز كثير جدا في المنطقة. إضافة إلى التفاح. يا سلام على ضباط يوسف وعلى هذه الرحلة الشيقة الممتعة بين الضواوي الرائعة. سكان طيبون، السلام عليكم، يردون التحية والسلام يرحبون بالزوار كأنك لست بضيف. يا سلام على مكان. ها هي السيارة الآن في الأمام، ولله الحمد تجولنا في هذا الدوار. والسلام عليكم. تتقراو؟ الله يعطيكم الصحة. العطلة دابا، العطلة فين هي المدرسة؟ غير هنا القدام. اسميت هذا الدوار تيزي اسم ياك هكاك. قول لهم دابا للناس اللي كيشوفوا، قول لهم مرحبا بكم في تيزي اسم. قول لهم، قول لهم مرحبا بكم. مرحبا بكم. مشاهدني الطريق مؤديه الى دوار تيزي اسم وشلالات إغوليدي. وادي هنا يمر من المنطقه بين اشجار العرعار والسرو. منطقة رائعة فعلا بجبال الأطلس الشامخة والصخور هنا مائلة رائعة. هذه الطريق بين مرغة ودوار تيزي أسم. تيزي أسم أشجار الزيتون ممتدة على ضفاف الوادي، والمنتوج من العسل سيكون وافرا هذه السنة ولله الحمد، لأن الصناديق منتشرة هنا وهناك. أشجار الخروب للانتقال عبر هذه الطريق نصل إلى مارغة و على اليسار هناك مسار طرقي، هذا الذي نراه في الأمام 20 كيلومتر لنصل إلى تيزي أسم، ثم مشينا على الأقدام للوصول إلى شلال إغوليد. وفعلا منطقة رائعة وجميلة جدا، يا للجمال ويا للروعة.